حاطين رؤيه مصر 2030 وبرنامج التنميه المستدامه في الصحه والتعليم والثقافه والرياضه، توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدوله والمجتمع المحلي، تحسين جوده حياه المواطنين في جميع المحافظات، تقديم خدمات وانشطه وبرامج متنوعه مستهدفه لكل الفئات العمريه، تحقيق عداله توزيع وكفاءه وتقديم الخدمات والانشطه التي تستهدف المواطن مباشره، الاستفاده من الموارد المتاحه لتعظيم الفائده التي تعود على المواطن ومعاشه بها سريعا، وتعزيز المهارات البشريه وتطوير الخدمات الحكوميه، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات، وخلق اجيال صحيحه رياضيه تتمتع بالثقافه وتحافظ على القيم والاخلاق والمبادئ بدعم الازهر والكنيسه والاوقاف، خلق اجيال قادره على الابداع والابتكار والاستفاده من التكنولوجيا الحديثه، وتطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي. وقد أعلن السيد المستشار عدنان الفجري وزير العدل يوم 13/6/24 جديدة لبناء الإنسان، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية بهدف الاستثمار في رأس المال البشري. وذكر سيادة المستشار وزير العدل أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تحمل في طياتها دليلا حاسما على معايشة رئيس الجمهورية للمواطن المصري في مبادرة تحترم المواطن وتحفظ كرامته تقديرا لإنسانيته، لأنه صانع حضارة مصر ومصدر فخرها. ويسعدنا ويشرفنا في أولى الندوات في مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية أن تكون تحت عنوان التوعية بالخدمات الاستمرارية. ويشرفنا اليوم ويسعدنا شايفه بعضها، هو سباق، هو سباق، واحنا يعني محتاجين ان احنا نبقى عارفين المدى بتاعنا في التعامل مع هذا العالم يبقى فيه ايه. ده مهم جدا على فكره الكلام اللي بنقوله لحضرات النهارده. قبل ما اسيب مكافحه الجرائم بقى في السلطانيه يقول لك اجهزه الكمبيوتر حدث دايما الاوبريتنج سيستمز الانظمه التشغيل، لان الناس الهاكرز بييجوا يشوفوا في البرامج فين نقطه الضعف. زي الانسان، اي انسان كان عنده نقطه ضعف بتدخل له منها، بتدخل له هو بيشوف البرنامج اللي عنده فين الثغرات اللي موجوده علشان يدخل منها يفتح هذا النظام او هذا السيستم. فمحتاج دايما حضرتك تابديت الاوبريتنج سيستمز بتاعت حضرتك او الاجهزه اللي عندك موجوده في البيت، لانه الشركات المنتجه الحاجات دي بتحاول انها تتلافى الثغرات اللي موجوده، فلما بتنزل فيرجن جديد او تحدث او تابديت هو بيحاول يحميك، لكن هو انت ضامن ان البيانات بتاعتك فعلا محميه؟ ده سؤال يعني هشوف فيه انا بقول لكم غالبا لا. برامج مكافحه الفيروسات على اجهزه الكمبيوتر الانتباه جيدا ان استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وحضرتك ما تنجرفش وحوارات الشباب والحاجات اللي فيها اغراءات وقصص وحوارات، لا خلي بالك لازم تكون حذر جدا في التعامل وما تتجرش لاي ومحدش يقول لك حوار على السوشيال ميديا فتصدق فتروح تمشي معاه في الكلام. لازم حضرتك اختيار حتى للناس اللي انت بتتعامل معاهم على السوشيال ميديا يكون اختيار محدود، تقدر تحد المجموعه اللي انت هتتعامل معاها، ده اوبشن موجود، مش لازم تبقى موجود لكل الناس، لكن اللي قبله واللي انا واثق فيه واللي اعرفه هو اللي اتعامل معاه على السوشيال ميديا. البريد الالكتروني، عدم الدخول على اي روابط ممنوعه الا تفتح اللينك لحضرتك بوست جايز كذا، حاجات كتير قوي لحضرتك مش عارف تختارها فين، تخش اللينك ده خلاص كل البيانات بتاعتك راحت ومفيش كلام من ده، وفي حاجات كتير قوي الراجل بيضحك واضح انه مر بحاجه يعني زي كده، في حاجات كده فيك كتير على شبكه الانترنت، فقالت الناس تخلي بالها كلمات الباسورد اللي حضرتك بتستخدمها على الموبايل الكمبيوتر تبقى كتيره معقده على قدر الامكان، لانه علشان افك الشفره بتاعت الباسورد وكل ما هكبر كل ما احط رموز حروف يعني قد ما يبقاش مثلا حروف بس ما يبقاش في بلاد حضرتك بس لان ده سهل قوي، تحط حروف رموز كاركترز بشكل مختلفه علشان تصعب عمليه الوصول للباسورد بتاعتك.